خليني في البداية أقول إنه امتياز كبير إلي إنه أمشي على نفس الطريق القديم، طريق الأركانيان أو طريق المينا. المينا كان في آخر هذا الطريق، وبولس الرسول على الأرجح مشي في هذا المكان دخولاً إلى مدينة أفسس القديمة. بتشوفوا خلفي المسرح الروماني، مسرح كبير جداً يتسع لحوالي 25,000 نسمة. طبعاً كانت الناس تأتي من كل أنحاء الأرض لأنها كانت مدينة سياحية، مدينة تجارية، مدينة كانت تعتبر بوابة آسيا وخزنة آسيا. كانوا يبيعوا فيها، تشتهر ببيع الكتب السحرية والعرافة، وأيضا معبد أرطميس اللي كانوا بيصنعوا لها تماثيل من الفضة ويبيعوها في كل مكان. إلى هذه البلدة جاء الرسول بولس والله استخدمه بنهضة عظيمة. بعد 10 سنين هو في السجن كتب إلى هذه الكنيسة الغالية على قلبه اللي بتربطه علاقة دافئة وعلاقة محبة لكي يشجع هذه الكنيسة.